وهو يوم صعب، يوم صعب تجد فيه أنه بجانب الجنازة المهيبة الكبيرة اللي انعكست إنما تعكس حجم محبة الناس لأستاذ جورج، تجد وفاة الروائي الكبير الأستاذ حمدي أبو جليل الحاصل على جائزة نجيب محفوظ والمعروف براوي البدو والصحراء، الله يرحمه يا رب. خليني اخذ معانا على التليفون الدكتور يسري عبد الله، استاذ النقد بجامعه حلوان. اهلا بيك يا دكتور يسري. اهلا وسهلا يا استاذ يسري. ازاي الصحه؟ يعني في وفاه اديب مهم وكبير ومحترم يخلي ان الواحد يقول انه هو فقيد للادب وفقيد للروايه. طبعا يعني حمدي ابو جليل وفاته خساره فادحه للثقافه المصريه في الحقيقه وللروايه المصريه، وهذا ليس كلاما انشائيا ولا مجانيا. حمدي ابو جليل صاحب مشروع مختلف في متن السرد المصري والعربي، صاحب مشروع مغاير في مسيره الروايه المصريه، وليس هذا راجع مثلا إلى حصوله على جوائز مهمة من قبيل جائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الأمريكية، ولا ترجمة رواياته إلى عدد من اللغات الحية. وبالمناسبة وهذه الترجمات وجدت صدى في بعض البلدان الأوروبية بالمناسبة، يعني ليست مجرد ترجمات يعني لعشرات النسخ. لكن في الحقيقة بالإضافة إلى ذلك كله إلى هذا كله، فحمدي أبو جليل يمتلك مشروعا خاصا به، فهو لا يشبه غيره في الحقيقة، لا يستعير أصابع أحد. حمدي أبو جليل واحد من الذين ضفروا ما يسمى بالثقافة الشفاهية في بنية الرواية، وصنع ما يسمى عضوانة هذه الثقافة الشفاهية في بنية السرد، في بنية السرد، وصنع حكايات اتسمت طيلة الوقت بأنها حكايات عن هذا الهامش القصي، سواء إذا كان هذا الهامش هامشا اجتماعيا كما في مثلا روايتيه لصوص متقاعدون أو في الفاعل، أو كان هذا الهامش هامشا على المستوى الاجتماعي وعلى أيضا المستوى المكاني كما في روايته قيام وانهيار الساطشين. أيضا حمدي أبو جليل رواياته تتسم بأنها ابنة جغرافيا سردية متنوعة، يعني مثلا في روايته الأخيرة يدي الحجرية ستجد ارتحالات في الزمان والمكان ما بين فضاءات مختلفة، من فرنسا إلى القاهرة، من الفيوم إلى تولوز، أمكنة وبيئات مختلفة يعزز وجودها في الفضاء الروائي، عالم بيتسم بالتنوع الخلاق، يتسم باستنفاد كافة طاقات ما يسمى بالثقافة الشفاهية، الخيال الشعبي، الانطلاق من أساسات واقعية، ما أسميته أنا برواية الذات في الحقيقة، وهو متن الجوهر الإبداعي لحمدي أبو جليل الذي تبدو حين تقرأه وكأنك تستمع إليه في نفس الوقت، وهذا واحد من نتاجات حضور الثقافة الشفاهية في أعماله المختلفة. أيضا هناك حالة من حالات التنوع في اللغات المستخدمة داخل روايات حمدي أبو جليل، هذه اللغات التي تتنوع بتنوع البيئات الاجتماعية المحكي عنها من جهة، وبتنوع الشخصيات من جهة ثانية، وبالفضاءات التي يتجول فيها حمدي أبو جليل، الذي يتسم عالمه بغنى فكري ومعرفي وغنى إنساني في المقام الأول، لأن في الحقيقة الهاجس الأساسي لكتابة حمدي أبو جليل كشأن أي هاجس لأي كتابة عظيمة كان هو الإنسان. الإنسان هو السؤال المركزي في أعماله، هذا الإنسان الذي يتم، والسخرية، ولا يمكن أن ننسى هذه البنية المركزية في أعماله. أعمال حمدي أبو جليل تتسم بطابع ساخر للغاية،
نزوع ساخر، لكنها ليست سخرية مجانية، بل هي السخرية الدافعة للمعنى والمنتجة للمعنى والدافعة للتأمل. أضف إلى ذلك أن الموقف، فضلا عن الموقف عن الرؤية الجمالية والتكنيكات التي يستخدمها حمدي أبو جليل في كتابة أعماله، وهي تكنيكات في كثير منها تنتمي إلى عوالم ما بعد الحداثة أو البوست مودرنيزم، على المستوى على مستوى الموقف الفكري كانت هذه الروايات تتسم بجسارة كبيرة وبطرح مستنير ومساءلة لكل التصورات الجاهزة عن الحياة وعن العالم. طب تعتقد يا دكتور يسري، يعني حمدي الله يرحمه يا رب، يعني بالتعبير بتاعنا اتخطف؟ يعني احنا في النهاية خالص بنتكلم على ما تمش 56 سنة، ويمكن بالعمر القصير، إلا أنه كان مشروعه شديد القوة، أو مشروعه الأدب شديد القوة شديد الثراء. تعتقد أنه هو أتم مشروعه ده؟ تعتقد أنه هو مهد الطريق لمدرسة؟ طبعا على فكرة، أولا أنا بحييك على هذا السؤال في الحقيقة، وأنت وده يعني أنا حاولت أن أنا طبعا أقدم الخطاب المعتاد مني، خطاب موضوعي، لكن أنت بتجرنا لمنطقة كمان إنسانية، في لأن حمد أبو جليل كان صديق، واحد من أصدقائي المقربين طبعا. وحمد أبو جليل في الحقيقة طبعا عنده تأثير كبير في الأجيال الجديدة، وأنا متابع لمشهد طبعا السرد المصري والعربي على الأقل في الـ20 سنة الأخيرة. لا، حمد أبو جليل كان مؤثر طبعا، في وأنا بشوف ده في كتير في الندوات وفي اللي بنعقدها وفي المؤتمرات الأدبية وفي أيضا في مسارات الكتابة، خاصة ان هو اشتغل بالصحافة وكان عنده تجربة مميزة في بعض الاماكن الصحفية او المؤسسات الصحفية، فطبعا حمدي الحقيقة كان مؤثرا في هذا المسار وهذا من اما فكرة طبعا انت عارف ان الموت الحقيقة الوحيدة في العالم يعني كما نقول. وطبعا يعني انا بعتقد ان النهارده حتى لو شفت، واكيد انت حضرتك تابعت صفحات المثقفين، هتجد ان في حاله حزن حقيقي طبعًا. يعني هو حزن صادق، ده جزء على فكره من تكوينه. يعني حمدي ابو جليل في الحقيقه، وانا دايما كنت بقول ان اهم شيء بيميزه على المستوى الانساني هو رحابته الشديده، وانه كان شخص سامح أوي. يعني يحب الجميع ويدعوك لمحبه الجميع، ودي مساله انا بعتقد ان قيمه المحبه هي واحده من القيم العظيمه اللي احنا طول الوقت محتاجين ان احنا نبحث عنها ونحب الاشخاص اللي هم بيمثلوها. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور يسري، ويعني زي ما نقول كده المصاب مصابنا يعني، فنحن نعزي انفسنا، الله يرحمه. كل الشكر ليك الدكتور يسري عبد الله، استاذ النقد بجامعه حلوان، ودي حقيقه بالمناسبه.